ينضم إلينا الباحث في العلاقات الدولية السيد محمود علوش من إسطنبول. أهلا وسهلا بك سيد علوش. بداية، باعتقادك ما هو الأثر الذي قد يحدثه قرار جو بايدن على العلاقات الأمريكية التركية؟ يعني بالطبع هذه الخطوة الأمريكية ستعمق من الخلافات التي تواجه العلاقات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. كما تعلمون خلال السنوات الماضية هناك كثير من القضايا والملفات الخلافية التي برزت بين البلدين، من قضية S-400 إلى قضية الدعم الأمريكي للأكراد في سوريا، الوحدات الكردية، وأيضا قضية جولين وقضايا أخرى. اليوم خطوة الرئيس جو بايدن أضافت بعد جديد في الأزمة بين البلدين، وأنا إن هذه الخطوة ستعمق حالة انعدام الثقة بين الجانبين، وأيضا ستساهم في تصعيد مهمة إمكانية إطلاق حوار الآن بين أنقرة وإدارة الرئيس جو بايدن حول مستقبل هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة. لكن عموما يعني إذا ما قارنا الرد التركي حول هذا الموضوع الذي كان متوقع في التنديد السياسي، استدعاء السفير الأمريكي، أيضا محاولة التوضيح الأمريكية بأن هذه الخطوة لا تستهدف تركيا، تشير إلى أنه يعني هناك رغبة لدى الجانبين في أن لا تتفاقم الأزمة أكثر بين الجانبين على خلفية هذه القضية. لكن عموما الخطوة الأمريكية بطبيعة الحال بالنسبة لتركيا هي خطوة سياسية موجهة ضدها، وهي أداة ضغط سياسية جديدة يلجأ إليها الرئيس جو بايدن من أجل الضغط على تركيا ومن أجل إدانة تركيا بشكل غير مباشر. وأنا أعتقد أن هذه الخطوة سيكون لها أثار يعني سلبية للغاية على العلاقات التركية الأمريكية في الفترة المقبلة. نعم، أرمينيا استقبلت القرار بترحيب كبير. كيف يخدم مثل هذا التصنيف أرمينيا سواء على الصعيدين المادي والمعنوي كذلك؟ يعني بالنسبة لأرمينيا أنا أعتقد بأنه الاستفادة الأساسية من القرار الأمريكي تكمن في الداخل الأرميني بشكل مباشر. شاهدنا اليوم كيف أن رئيس الوزراء الأرميني دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وأعتقد بأنه يحاول أن يسعى لتوظيف هذه الخطوة الأمريكية من أجل إعادة تعويم حكومته وإعادة تعويم شخصيته في الداخل الأرميني. كما تعلم الهزيمة التي تعرضت لها أرمينيا في حرب كرباخ خلال الفترة الماضية أو خلال الأشهر الماضية كان لها تأثير كبير على المشهد السياسي الأرميني، وبالتالي الخطوة الأمريكية بالطبع سيكون لها ارتدادات على الأقل إيجابية بالنسبة لبعض الأطراف في الداخل الأرميني. على المستوى العلاقات مع أرمينيا أو مع تركيا، أنا أعتقد بأن الخطوة الأمريكية لن تساهم سوى في يعني زيادة الشقاق وزيادة الأزمة بين تركيا وأرمينيا. كان بمقدور الولايات المتحدة الأمريكية بتقديري أن تلعب دور إيجابي وأن تساهم في عملية إعادة تطبيع العلاقات أو تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، لكن لا أعتقد أنه أرمينيا ستستفيد إلى حد كبير من هذه الخطوة الأمريكية على في سبيل الضغط على تركيا. بالنهاية هذه الخطوة أنا أعتقد أنه الأثر الكبير سيكون على العلاقات التركية الأمريكية. نعم، نتحدث عن التحقيق في هذه الأحداث وإعادة فتح الملفات. الرئيس التركي دعا إلى إنشاء لجنة مشتركة للتحقيق في الأحداث. ما مدى مقبولية هذه الدعوة عند الأطراف المعنية بهذه القضية؟ يعني لطالما تمسكت تركيا على مدى سنوات ومدى عقود بأن يكون هناك لجنة تحقيق مشتركة مع أرمينيا وأن يفتح كلا البلدين الأرشيف الموجود لديهما من أجل معالجة هذه القضية على قاعدة الذاكرة العادلة وأن لا بعيدا عن التسييس وعن التوظيف السياسي. الأرمينيا لم توافق على هذا المقترح، ويعتقد في تركيا بأن الرفض الأرميني أو أسباب الرفض الأرميني لهذا المقترح هو أن أرمينيا تريد أن تحافظ على تعويم رواياتها بشأن الأحداث، وأيضا لأنه مجرد فتح الأرشيف الأرميني أو مجرد تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين البلدين للتحقيق في هذه القضية سيلقي باللوم في جانب معين على أرمينيا، لأنه يعني الأحداث 1915 لم تكن فقط مذابح أو أحداث مأساوية ارتكبت بحق الأرمن، بل أيضا هناك يعني مئات ألاف المسلمين الأتراك تعرضوا لمجازر على يد أو لمجازر على يد العصابات الأرمينية خلال تلك الفترة. وبالتالي الرفض الأرميني لهذا المقترح يعني مرده إلى أن أرمينيا لا تحاول أو لا تسعى لأن يكون هناك يعني حل أو نهاية لهذه القضية، بل على العكس منذ عام 1915 في كل سنة في 24 نيسان اعتادت تركيا على أن يكون هناك استثمار دولي بشكل كبير وتوظيف دولي بشكل كبير لهذه الأحداث من أجل الضغط على تركيا. اليوم يعني الأمريكيون انضموا إلى هذا
إلى حفل التسييس لهذه القضية، وبالتالي الأرمينيا لا أعتقد أنه أبدت الرغبة على مدى عقود في أن تكون جادة بالفعل في حل هذه المسألة مع الجانب التركي. نعم، لكن ماذا عن الداخل التركي؟ برأيك هل سينعكس هذا القرار على الداخل التركي وعلى الحراك الحزب التركي داخل تركيا؟ كيف سيقف الأتراك في مواجهة تأثير هذا القرار؟ يعني على المستوى المشهد السياسي التركي، أنا أعتقد بأنه الخطوة الأمريكية يعني هي ستكون محرجة لأحزاب المعارضة أكثر من الحكومة، لأنه الرئيس جو بايدن يتحدث أو يعني كانت له خطوة في قضية هي قضية مسألة قومية بالنسبة لتركيا وليست لها علاقة بحزب العدالة والتنمية أو بالرئيس رجب طيب أردوغان، وبالتالي الخطوة الأمريكية هذه بتقديري يعني وحدت أحزاب المعارضة مع الحزب الحاكم في إدانة هذا الموقف الأمريكي. على المستوى الشعبي بالطبع المشكلة الأساسية التي تواجه العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية هو أن حالة انعدام الثقة بين البلدين امتدت حتى على المستوى الشعبي هنا في تركيا، يعني أغلبية الأتراك باتوا على قناعة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تضمر لتركيا أي خير، وبالتالي تسعى لأن تضغط على تركيا في كل الاتجاهات، وهذا الأمر بتقديري سيساهم في يعني في زيادة الشقاق التركي الأمريكي. نعم. وعلى المستوى السياسي بالطبع يعني لا أعتقد بأن الحكومة ستكون متضررة إلى حد كبير من هذه القضية. نعم، شكرا جزيلا لك الباحث في العلاقات الدولية السيد محمد علوش، كنت معنا من إسطنبول عبر سكايب.